مرحبا، يوم جديد وحلقة جديدة من لوج إن. رح نمرق فيها على كل ترندي وفايرل على السوشيال ميديا مرق عند الناس بالساعات الماضية. خلينا نبدأ جولة اليوم سريعا وليتس لوج إن بالبداية على فيسبوك. الابتزاز الإلكتروني واحدة من أكثر وأكبر المشاكل حتى يلي بتواجه جيل الشباب بالتحديد بهي الأيام، بعد ما صار الإنترنت شيء أساسي بحياتنا بنستخدمه بشكل يومي وضروري. فسواء كان في مستمسك حقيقي أو في مستمسك مفبرك، هي الظاهرة عم تواجه شريحة كبيرة من الشباب للأسف يلي بيواجهوها لحالهم وبشكل سري. العادات والخوف من الأهل والمجتمع بتمنع كتير من الأحيان عدد كبير من الشباب والصبايا بالدرجة الأولى حتى الصبايا للتبليغ عن الابتزاز اللي ممكن يتعرضوا له، وعم يضطروا بسببه يرضخوا لمطالب المبتز وتهديداته المختلفة. بالعراق مبادرة قام فيها مجموعة من الشباب وسموها خزان الستر لمحاربة المبتزين وإحباط خططهم. بهالمبادرة كدلي على الصبايا المتعرضين للابتزاز إنه يعملوا لحتى يستفيدوا منها، يتواصلوا مع الأشخاص القائمين عليها، وبتقوم الضحية بمواعدة المبتز بمكان بتتفق عليه مسبقا مع شباب المبادرة ليقوموا بالهجوم عليه فجأة والاستيلاء على موبايله يلي مخزن فيه الصور أو مقاطع الفيديو يلي عم يبتز فيهم الضحية، وبيقوموا بتحطيم الجهاز ورميه بحفرة اسموها خزان الستر لتخليص الضحية من الكابوس اللي عم تمرق فيه. المبادرة عم تاخذ مؤخرا شهرة واسعة بالعراق، وحتى عم يوصل صداها لعدة دول عربية وسط إعجاب كبير فيها وبفكرتها المهمة جدا، مع تعدد العمليات اللي عم بيوثقوها الشباب بفيديوهاتهم على السوشيال ميديا وعم ينجحوا فيها بمعاقبة المبتز وحماية الضحية. هذا مصير كل شخص يبتز بنته بصورها. هاي كاف 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 كاف. هذا الثاني. هذا الثالث. ومن هذا الخبر رايحين لتاني اخبارنا بحلقه اليوم اللي رح نعمل فيه لوج ان لمره جديده ايضا على فيسبوك. من العراق رح نروح لبلد عربي تاني، وهالمره رح نروح على افريقيا، تحديدا على تونس، مع مشهد عم ينتشر بشكل واسع على فيسبوك ونيك، ولكنه مشهد طريف بعيد تماما عن اي قضيه اجتماعيه او موضوع خطير او على درجه عاليه يعني من الاهميه. مع انه والله ترى شوب وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة اللي عم تعاني منه مختلف دول الكرة الأرضية اليوم أمر لا يحتمل ولا يطاق، خاصة مع وجود دول بتعاني أصلا من ساعات تقنين طويلة مثل هون للأسف. ولكن في نوع من الشوب أصلا بتقنين ولا بلا تقنين ما بيقدر الواحد يهرب منه، وهو الشوب داخل السيارات. فأحيانا وبساعات الذروة بالظهر حتى مكيف السيارة بيقدر أو ما بيعود قادر يأمن البرودة الكافية يلي نطمح لها ببعض الأحيان، ويبدو أنه هذا هو كان الدافع الحقيقي وراء أو عند هالمواطن التونسي اللي قام بتركيب مكيف 1 طن منزلي يعني جوات سيارته. المكيف المكون من قطعتين ثبتت فيه القطعة الخارجية على سقف السيارة والداخلية جوا، وبظن أنه هي يعني حجزت مكان الركاب بالمقعد الخلفي بشكل كامل، ولكن كله فدا البرودة يهون. هالسيارة كانت عم تشغل التونسيين بالأيام الماضية، وقاموا أكثر من شخص بتصويرها بصور ومقاطع فيديو مختلفة نشروها على فيسبوك لما كانوا عم يصادفوها بطريقهم بعد ما اكتسبت هي وصاحبها شهرة كبيرة بين الناس بالأيام الماضية. أخويا تعرف التوينسة يا أخويا، لا شنو ولا هم يحزنون يا أخويا. حبب لك الباب، عندك برود أخويا الداخل يوم فخا نصلي عني بيه يا أخويا. شنو ربي بقى ست بيه يا ذي شنو عاد وهو شنو الكتب. وما ضل بحلقة اليوم غير خبر أخير رايحين بالختام لحتى نعمل لوج إن فيه على
آخر مشاهدنا بحلقة اليوم راح يكون من البرازيل مع مقطع فيديو ولقطات صادمة بتوقف الأنفاس. كتار من الأشخاص اللي شافوها حول العالم شبهوها بأحداث المسلسل الإسباني الأشهر يمكن بالسنوات الماضية، وهو طبعاً لا كاسا دي بابيل. عصابة هاجمت بالبرازيل مكونة من 3 أشخاص مدججين بالأسلحة الثقيلة، هاجموا 3 بنوك وسط مدينة أراتوبا البرازيلية بساعات فجر يوم الاثنين الماضي أول امبارح، وقام لصوص البنك بربط رهائن بأعلى سياراتهم وهن عم يداهموا هي البنوك لحتى ما يخلوا الشرطة تلحقهم بمدينة أراتوبا جنوب البرازيل. بينما أفادت الشرطة بأنه 3 أشخاص على الأقل قتلوا بهي المواجهات اللي صارت بينهم المشتبه في واحد، وقال مسؤولين انه اكثر من 50 شخص شاركوا بعمليات السرقه هي بحيث اغلقوا الطرق بمركبات مشتعله وزرعوا عبوات ناسفه بكل انحاء المدينه. يبدو انه هي عمليه سطو من العيار الثقيل جدا. المشهد الاكثر انتشارا متعلق بهي الحادثه الغريبه نشره احد الصحفيين التلفزيونيين بالبرازيل، وبيظهر في سيارتين من سيارات العصابه وهي عم تهرب. على سقف السياره الاولى كان مثبت شخص وفي واحد تاني مربوط بغطاء المحرك، وحتى على غطاء محرك السيارة التانية في شخص مثبتين وكمان كرهينة وكدرع بشرية بواحد من أكثر المشاهد الصادمة لاستخدام الدروع البشرية بعمليات السطو خلال العقود الأخيرة حسب ما قالوا الناس. ولهون نكون وصلنا لنهاية جولة اليوم، أنا برجع بشوفكن بكرة إذا الله راد بنفس التوقيت. من هون لبكرة ضلوا بألف خير. Let's log out. سلام.